هو زي داني يعني زي ما ستك قلت كده، هي منظومة. هو النجاح منظومة وعمل جماعي. يعني فعلا الدولة والمزارعين وأصحاب المزارع وزملائنا وكل مراحل تداول المنتج الزراعي بياخد محمل الجد ولو مراحل، وهناك متابعة ورقابة. وزي ما سيادتك قلت كده، الاتحاد الأوروبي والدول زي أمريكا والصين والدول واليابان وخلافه ودول الخليج ما بياخدوش السلعة إلا إذا تأكدوا 100%. أنت يعني عايز أقول لك إن الصين مؤخرا يعني من اطمئنانها إلى يعني قدرة وإجراءات الفائقه في الرقابه في مصر في مراقبه التصدير الزراعي والسلع الزراعيه، فوضعتنا ان احنا لما تيجي هي عايزه تستورد السلع احنا نكشف لها على الرقابه، احنا اللي نقوم باجراءات. ده ثقه في الاجراءات المصريه. احنا اجمالي الصادرات خلال الفتره اللي فاتت من 1/1 حتى دلوقتي وصلت 3.7 مليون طن. برضو برغم ايه، انا عايز اقول تاني، برغم ظروف صعبه طبعا كورونا وبرغم انخفاض حركه التجاره العالميه في كثير من الاماكن بنسبه تفوق ال 25% الى 30%. فده يعني ده جهد وعمل مؤسسي وعمل دوله ومتابعه وحجر زراعي بيقوم باجراءاته والاماكن في المواني وسحب العينات ومتابعه دائمه ومراقبة استخدام المبيدات ومراقبة كل دي إجراءات بتتخذ. لك أن تتخيل زي ما قلناها مرة واثنين وثلاثة، البرتقال المصري بيتفوق على إسبانيا، إحنا بنحتل الأول في العالم. مين كان يصدق؟